كاملة المصرية بتهتم بعدة جوانب تنموية أساسا بترتبط بتمكين المرأة والشباب وتوفير الخدمات الأساسية وتحسينها وتطويرها ومساعدة الصناعات الصغيرة. احنا بنتكلم هنا على نماذج متطورة قابلة للتكرار وعلى أساس المزارعين بيشوفوها وبيقدروا المستثمرين ويقدروا يكرروها في خدمة مصر. طبعا الهدف الأساسي من العملية كلها هي تزويد زيادة فرص العمل والمساهمة في الأمن الغذائي من ناحية الإنتاج الزراعي والغذائي. والبرنامج الرابع هو برنامج يتعلق بالتنمية الزراعية المستدامة وزيادة فرص العمل. ونحن مختصون بهذا البرنامج التنمية الزراعية المستدامة لأننا نعمل إن احنا التنمية الزراعية وزيادة فرص العمل وزيادة المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي يتأتى عن طريق تنمية كفاءة وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية الشحيحة. وللآن هناك مشروعات تنفيذية على الأرض إن شاء الله بنفكر إحنا بننفذ ثلاث نماذج للمزارع السمكية المتكاملة في زراعة سواء كان أعلاف أو محاصيل غذائية وتربية حيوانات على هذه الزراعة لأنه يحصل أيضا تدوير مخلفات زراعية بحيث احنا نتمكن من إنتاج السماد العضوي الكومبوست أو الأعلاف التقليدية. وبنأمل إن شاء الله إن احنا برضو ننتج طاقة حيوية بايوغاز بحيث إن احنا نقدر نستخدم هذا الغاز في الإنارة والطبيخ وغيره في المزرعة المتكاملة. هناك أيضا مشروع يرتبط بتصنيع تجميع وتصنيع الألبان وإن شاء الله هننشئ معملين للألبان وده هيكون له مردود كبير جدا من ناحية توظيف الفتيات وأيضا زيادة الدخول والحصول على غذاء صحي على أعلى مستوى بحيث إن احنا نقدر أيضا نوفر هذا البروتين الحيواني للفقراء بسبل صحية متطورة. وحيتم أيضا إنشاء وحدتين كبيرتين من لتدوير المخلفات الزراعية حسب المناطق. هناك في قنا تدوير مخلفات الموز بس مشكلة كبيرة مخلفات الأخرى ومنها الزرع الرفيع وغيره ثم مخلفات القصب اللي هي الأساس فإن شاء الله ده يكون مصدر للدخل. احنا بنعتبر المخلفات الزراعية دي ككنز هي والطاقة الشمسية كنوز في مصر لم تستغل بالطريقة السليمة. وأيضا هناك بعض المشاريع على مستوى الأسرة اللي احنا نأمل منها إن احنا نحفز الأسر التي بتخش في محور الأمية أو للصحة العامة أو للاهتمام بالأطفال احنا ممكن نقدمهم حافز اقتصادي زي تربية الدواجن أو إنتاج الألبان أو زراعة فوق الأسطح ودي تبقى كحافز اقتصادي بمعنى آخر ممكن ده يكون شكل من أشكال زي ما دعم المشروع يعني. احنا بنقدم لك هذا الدعم هذه الخدمات الاقتصادية اللي قادرة إن شاء الله أنها ترفع من مستوى معيشة السيدات والأسر الفقيرة في الريف إن شاء الله.